والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله أجمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات أوفياء الحياة FM ومتابعينا عبر الصفحة الرسمية لزهرة الحياة، سلام من الله عليكم وتحية قلبية خالصة مني إليكم. يسعدني ويسعد أسرة البرنامج زملائي في الإخراج التقني أيمن ليجا وابني محمد سيف الدين بولعريس على مستوى الإخراج الرقمي أن أرحب بكم مع هذا الموعد الجديد من برنامجكم الأسبوعي لمسة وفاء. لمسة وفاء هي عربون محبة ووفاء للذين قدموا جليل الخدمات في مجال الطب، وهنا لابد أن أذكر من الذين خدموا مدينة القيروان في مجال الطب، وأستعرض هنا القول المشهورة للكاتب والروائي توفيق الحكيم عندما يقول: التاريخ يمحو كل الناس إلا من استحق الذكرى فيبقى في الذاكرة. هذه القولة وإن كان لها مساس فلسفي ذهني في مسرحية أهل الكهف، فيمكن أن نستدل بها لنعود بالذاكرة ذاكرة القيروان ورجالة القيروان وأطباء القيروان المبدعين. وكم يسعدني أن أستحضر حقبة زمنية خاصة في أواخر الخمسينات والستينات عندما أذكر الدكتور حمدة العواني، وهو طبيب جراح، وكذلك الدكتور أحمد الدهيسي، زوز أطباء خلاو بصمات ناصعة البياض. ومفماشي واحد من القروان اللي عاشروا تلك الفترة ما يعرفش الدكتور حمدة العواني والدكتور أحمد الدهيسي. بعدهم جاء جيل آخر من الأطباء، جيل جديد، جيل أعطى الإضافة، جيل من الأطباء اللي ناضلوا وكافحوا واللي درسوا الطب. وضيفنا في هذه الحلقة هو من الجيل أطباء الأسنان، وخاصة عندما نقول أطباء الأسنان في الفترة بداية السبعينات 1973. بدون إطالة، ضيفنا هو الدكتور بشر المرابط طبيب أسنان. في البداية دعني أرحب بك دكتور وأقول لك حللت أهلا ونزلت سهلا. بارك الله فيك سي زوبي على الحصة هذه اللي حقيقة معناها ترسم التاريخ نتاع الطب في القيروان اللي هو من قديم الزمان، من ابن سينا عدة أطباء أخرين. معناها كانت فما مدرسة طبية لهنا في القيروان، نعم. ثم كما قلت أنت جاءوا أوائل مع وسط القرن العشرين الدكتور حمدة العواني والدكتور أحمد الديسي، نعم. فأنا قبل كل شيء ساعة نحب نشكر حقيقة الأخ والدكتور محمد الليوان على معناها الإذاعة هذه، نعم. اللي كانت، وهذه قلناها يظل قبل، كانت معناها حلم لأهل القيروان، نعم. خاصة في السبعينيات، وهي الإذاعة الأولى الطبية في تونس، وهي الإذاعة الأولى الطبية في تونس، نعم. فبارك الله فيه توفرتي في هالإنجاز العظيم اللي عمله. ونحن اليوم دكتور حبينا نكرموك، وبدون مجاملة وإطراء القيروان تزخر بكفاءات طبية كبيرة جدا، ونحن نعتز بهذه الكفاءات، وانت اليوم ضيف من ضيوف هذه الحصة. لو كان دكتور نمشي مباشرة إلى مرحلة الطفولة النشأة متاعك، وماذا بينا نعرف نشأة الدكتور بشر المرابط، ونعرف الدكتور مرحلة الطفولة هي مرحلة هامة وهامة جدا في تكوين شخصية الطفل، مش هكا دكتور؟ صحيح، بارك الله فيك. هي العائلة متاعنا عائلة المرابط
هي معناها متجدره في القيروان، خاطر احنا من اصلنا من سيدي عبيد الغرياني. سيدي عبيد الغرياني معناها في القرن السادس عشر معناها نعم. ميلادي، وكان بخلاف معناها كان الزاويه الغريانيه كانت لها دور كبير اول شيء في تعليم القران وتعليم الشرع، وكانت هناك مدرسه بجانب الزاويه، كانت مدرسه كبيره فهذا الاصل نتاعنا من نسب نعم. من جينا وبهالدور هذا هو اللي لعبته الزاوية الغريانية. كان الدار معناها العائلة المرابط كان عندها دور أيضا في السياسة، فكانت معناها الزاوية الغريانية هي كان عندها الفضل في مدينة باش ترد الحكم في تونس، معناها أصله مخرج من المدينة، يقول لك مدنية الدولة نعم. تو فهمت كيفاش؟ فطبعا هالعمل هذا اللي ديني سياسي ومكن دار المرابط باش يكونوا معناها في الصف الأول مع الدولة الحسينية، وهي الفترة خاصة الدولة الحسينية أوائل الدولة الحسينية هي اللي كان معهم دار المرابط، وعائلة المرابط كانت تسمى عائلة مخزينية، معناها كانت هي اللي لاهية بالمخزن اللي نقولوا فيها معناها هما القياد هما العامل، وإلا توا يتسمى الوالي. إذا النشأة نتاعك لم تكن في القيروان، هذا متأكد هك ولا هو الولادة نتاعك؟ أنا الوالدة نتاعي تونسي، معناها من تونس، تو فهمت كيفاش؟ هي بنت الأصرم، بنت طاهر الأصرم، بابا طاهر الأصرم، وكانت قبل طبعا الوالد كان بحسب العمل نتاعو، خاطر هو كان الوالد كان عامل ايضا، كان قايد كان والي، وكان يتنقل من بلاد لبلاد. نعم. فهمتي كيفاش؟ فكانت الوالده تلجا معناها عند باش تولد باش تمشي بعض امها في الفتره هذيك اللي هي في نهج الباشا. فهمتي كيفاش؟ انا تولدت في نهج الباشا. هذه جايه بحدا باب السويقه هك ولا؟ هذه بجنب باب السويقه. جنب باب السويقه. نعم. باب السويقه هو النهج معروف برشا. معروف باسم نهج الباشا. بنهج الباشا، وفيه معروف برشا بالليسي نتاع نهج الباشا اللي هو اول ليسي للبنات، معناها نعم. اللي تعمل في الفتره هذيك، فهمتي كيفاش؟ وكان هو يقولوا له نهج الباشا خاطر كان يسكن فيه الباشا والباشات، هذه هما الاولانيين وقت اللي جاوا الاتراك ودخلوا لتونس، تعدات الفتره نتاع الحكم نتاع الاذرات من الباشيه والباشوات اللي كانوا يسكنوا في تونس. اذا الولاده كانت في نهج الباشا. الولاده كانت في نهج الباشا، فهمت كيفاش؟ وبعد تنقلنا مع الوالد، كان الوالد يتنقل من بلاد الحكم العمل نتاعو. حكم العمل نتاعو كان انا اللي نتفكر معناها وانا صغير اللي مشينا وقتها للقصرين، وكان الوالد خدم في القصرين. تو فهمتي كيفاش خدم في الفتره هذيك في القصرين، ثم سبيطله، ثم ولا تعمل قايد في سبيطله، عامل في سبيطله، وفي سبيطله غادي انا دخلت المدرسه وقتها كانت مازال وقتها طبعا تحت الاستعمار، وكانت فما الفرنسيس، كانوا الفرنسيس هما اللي قريب، تو فهمتي كيفاش؟ مدرسين مع الفرنسيين. فرنسيين، كانوا الفرنسيين، تو فهمتي كيفاش؟ فما تونسيين معاهم ولا؟ وفيك الفترة هذه كان نتفكر كان الفرنسا الفرنسيس هذه فما نتفكرها لتوا اسمها مدام إليكس، هذه كانت هي اللي تقرب فينا، تو فهمتي؟ وكان نعرف اللي الوالد عامل لنا في الدار، عامل يجينا المدب. كتاب كان عند في الدار كتاب، وكان يجينا المدب ونبدا نقراو معناها نحفظ القران باللوحه تو فهمتي كيفاش؟ وكنا نتعداو من حزب لحزب، وكانت معناها فيشتا وقت اللي نتعداو من الحزب الاول للحزب الثاني وحاسيلو هذاك اللي نتفكروا برشا. اذا في سبيطله قديش من سنه قريت في قريت يعمل عامين قريت سبيطله، ثم والدي تنقل للباجه، فهمتي؟ كان صار زاد عامل في باجه غادي، تو فهمتي كيفاش؟ هذا معناها قريب الاستقلال في 54 54 تو فهمتي كيفاش؟
تقل زاد ودخلت المكتب باجا، ما نذكرش عليه برشا معنا هنا مكتب باجا في باجا. ثم خذا والدي التقاعد، فخذا التقاعد ومشينا لتونس. رجعت لتونس، رجعنا لتونس. في تونس دخلنا، دخلت نقرا في في الابتدائي نتاع الصدقية، نتاع مكتب الصدقية. الصدقية كان فيها ليسي وكان فيها معناها ابتدائي. في الابتدائي هذاك قريت في الصدقية، قريت فترة كبيرة حتى لوين خديت السيزيام. وهي الدكتور من أعرق المدارس التونسية، واللي أسسها هو خير الدين باشا. صحيح. المؤسس نتاعها خير الدين باشا، المصلح خير الدين باشا. وهذه المدرسة وانت قريت فيها ابتدائي أيضا، ثم بعد عدت إلى ثانوي، هي أنجبت العديد من الأطباء والمفكرين، ومن جملتهم الزعيم حبيب بورقيبة. طبعا الرئيس حبيب بورقيبة رحمه الله، اللي قرأ في الصدقية، ومن غادي مشى لفرنسا وعمل المحاماة. نعم. ومعنى قرأ الحقوق وتخرج في المحاماة. والكثير من معناها من زعماء النهضة، نهضة تونس فهمتي، وزعماء الحزب الدستوري التونسي. نعم. إذا كانت البداية قريت في معهد الصادقي، هذه المدرسة اللي نقول عليها هي مدرسة عريقة، عريقة جدا. السنوات الأولى في معهد أو في مدرسة الصادقية الابتدائي، لو كان تحكينا شكون من المعلمين، ذكرش من المعلمين، فماشي أصدقاء تذكرهم فك الفترة ذيك دكتور؟ والله المعلمين حتى الآن نتذكرهم، كانوا فما فك الفترة هذيك، كان فما معلمين فرنسيين يقريوا الفرنسية، وكان فما معلمين توانسة يقريونا العربية. نتفكروا أنا برشا، هو كان معلمنا الله يرحمه سي سريب، فهمتي كيفاش، هذايا كان من أحسن المعلمين في اللغة العربية. في اللغة العربية فهمتي، في اللغة الفرنسوية نفكر مسيو بيلتي هكا يقولوا له وقتها في هاك الفترة هذيك، تو فهمتي كيفاش. أما الأكثر اللي حقيقة واحد هو سي سريب. سريب معناه كان موسوعة علمية، معناه رغم اللي هو وقتها في الابتدائي، أما انسيكلوبيدي شيء موسوعة، شيء كبير. وثم من بعد شيء القدر، اللي القدر باش وقت قرينا في الكوليج، معناه في الصدقية في المعهد الصادقي. انت سمحني يا دكتور، انت لقيت حتى سنه سادسه ولا لا قصيت وبعد رجعت المعهد الصادقي؟ سيزياماني كملته في سيزياماني كملته في أيوة. في الصادقيه. أيوة. ثم وقت خذيت السيزيام مشيت العلويه، عملت عام في العلويه. أيوة. في المعهد. نعم. العلوي توفنت بدي قريب، زاد قريب قريب هي في بصحة الغنم. واحنا كانت دارنا قريبه زاد غادي في الكسيره هذيك، في التوفيق حاولت تبع التوفيق هذيك نتاع ابو الوالده في نجل باش. انا كنا التوفيق كنت قريبه بحذانا، زاد نمشي على الصقيه، كنت في الفتره هذيك توفيت في رحبه الغنم. ومن بعد العلويه رجعت المعهد الصادقي. وقتها زاد دكتور باشا فك الفتره هذيك قيت فيها، كان زاد هناك اللي سيكرنو. صحيح، كان فما موجود من قبل سي كارنو، وذولي حتى اشقائك قراو فيه هكا ولا هي مع برشا من اشقائي، خاصه الاولاد الكبار، انا جيت في الوسط في العائله، قراو في اللي سي كارنو. كان معناها اخواتي زوز قراو غادي في اللي سي كارنو، وكان الاكثر اللي سي كارنو كان يقري بالسوري فرنساوي. نعم. واما الصدقيه كنا نقراو بال العربي والفرنسي. اذا مع العلوي قريت حتى السيزيام وسانكيام، منعش لا العلوي قريت عام بركة. عام بركة. دخلت تعديت للدوزيام اني، معناها في الدوزيام اني مشيت للصدقيه. علاش حاولت وقتها في علاش عملوا سيكسيون جديده في الصدقيه، عملوا فيها الالمان، فهمتي اللغه الالمانيه، نقراو الالمانيه. واستهوتك اللغه الالمانيه؟ ما استهوتش، هما حطوني غادي وليت مشيت غادي، قالوا لنا يحبلك باش تمشي غادي، لخاطر فارغه وقتها في الصدقيه القسم فارغ. دونك هزونا من العلويه حطونا في الصدقيه فك الفتره هذيك، والحمد لله اللي هزونا وحطونا غادي، لخاطر اللي علمنا الالمان هو الاستاذ بن محمود، معناه كان معناه
عجوبه، معناها كان عجوبه خاطر مشكل الالمان بركة كان انسيكلوبيدي حتى هو، فهمتي معناها مشروع معلومات مشروع كبيره. وقت اللي عمل لك درس نتاع المانيه معناها مش الالمانيه، يقرا كل شيء حتى علوم الانسان وغيرها وغيرها وغيرها. وانت دكتور يظل حبيت الصدقيه حتى كي خرجت قعد الحنين عندك انت وزاد رجعت من رجعت للصدقيه زاد وهي قريبت لي طبعا، قريبه للدار وقريبه للواحد انت، وعندي اصدقائي غادي وقتها في الفتره هذيك فما الاصدقاء. وقلت لك اللي حبيت نقوله لك اللي سي سريب معناها قراني من بعد قراني علوم طبيعيه معناها سيانس في الصدقية، أما مش في البريمير، قراني في السكوندير. وقت جات هاك الفترة هذيك اللي فما مشاكل مع فرنسا وقتها، وفرنسا جبدت الأساتذة نتاعها، فعيطوا للمعلمين وغيرها باش يقريو، ومنهم سي صايب وقت جا قرانا في الفرنسي. هو رغم اختصاصه عربية ولا اختصاصه؟ هو اختصاصه عربية ما يقريش. عنده بيلانج تاع عنده تبارك الله عليه، تبارك الله قبل كان معناها شيء. لا وإطارات التربوية في ذاك الوقت لقاهم أخذته من الزيتوني من جامعة الزيتونة. الزيتونة سي صايب يظل الزيتوني أيضا، تو فهمتي كيفاش، أما كان ملم بكل شيء. وقلت لك قريبين في معناها يحضر وقتها بروفيسور دو سيونس، سيونس ناتوريل، قررنا في سيونس واحنا وقتها سيكسيون سيونس معناها مش واحد، فهمتي، او قررنا واحسن قرايه زاده فهمتي كيفاش. ومن بعد عاد رجعوا للفرنسيس، تحسنت العلاقة ورجعوا للفرنسيس وفزعنا نقراو. بالطبيعة الاستفاده من الاطارات التعليميه في فرنسا طبعا طبعا هما دور كبير لعبوه، حتى لهنا في القروان معناها كانوا ديما اللي قريوا الفرنسيس قريوا المات قريوا الواحد، كانوا ما كانش موجودين الا من بعد معناها شويه بشويه باش تكونوا الاطارات التوانسه وخذوا المشعل عليهم. الدكتور نحن جبدنا على الدراسه وجبدنا على كل شيء، لكن ما حكيتناش على العائله، يعني العائله قداش فيها من خو، خاصه انت قلت لي اخواتك قراو في الليسي العلوي، لكن تحكينا على العائله، تعرفنا بالعائله. هي احنا 12 في العائله ما شاء الله، ما شاء الله فهمتي كيفاش، الوالده 12 ومعنا 6 اولاد و6 بنات فهمتي كيفاش، واخواتي الكبار اكثرهم معناها طب قراو فهمتي كيفاش، وعندي خويا الكبير بكل هذاك قرا حقوق فهمتي في تونس فهمتي كيفاش، والاخرين زاد قراو كلهم في الليسي كارنو، باسكو في الليسي كارنو معناها كان في الليسي كارنو. وسن حتى حديث زي حديث فكرتي في الليسي كارنو اللي جدي سيد الهادي المراه تقرا في الليسي كارنو، اي والدي زاد قرا في الليسي كارنو، كانوا يمشيوا يقراوا غادي في الليسي كارنو، ومنهم والله حتى الان راني يعني مستحفظ به الليفري نتاعو تاع الليسي كارنو توا، الوالد توا موجود عندي ما شاء الله، مع الثقافه الفرنسيه في العائله موجوده ما شاء الله طبعا. والبنات شنو كان يقراوا وشكون كان فين؟ عندنا كل البنات في تونس العاصمه، في تونس العاصمه يقراوا، في تونس العاصمه كانوا يقراوا في نهج الباشا، قراوا كل في نهج الباشا من الاول تو فهمتي، ثم تنقلوا من عندي اختي هي كانت خذات البكالوريا، واختي ويظهر لي الكبيره معناها خذت البكالوريا، وهي اول بكالوريا يظهر لي في القروان في الفتره هذيك معناها تاع الخمسينات واخوتي، وعندي اختي الاخرى زاد استاذه كانت تقري في الكليه نتاع الفيزياء تو فهمتي، الكليه نتاع الفيزياء كلهم قراوا معناها، كان الوالد عنده معناها حنين كبير للقرايه، وكان هو هذاك معناها الشيء الوحيد اللي ينجم معناها يغير لك حياتك في وسط العائله معناها، اذا قريت بالقدا معناها صحيح فهمتي كيفاش، اذا ما قريتش بالقدا رد بالك راك ماشي بقوخه معناها، كان هذاك هو المنهج الوحيد، هو القرايه هو اللي باش تتفوق في قرايتك وتنجح في قرايتك. باهي دكتور، كان الحديث شيق وشيق جدا معك، شنو رايك نعملوا مراوحة فنية، شكون الفنان اللي تحب تسمعه؟ اي والله التونسي انا يعجبني برشا، انا مغروم بالتونسي، والهادي جميل نحلو برشا، انا نحلو برشا فهمتي. شنو الغنيه تحب عليها تحب تسمعها؟ والله اللي توا هكا جات لي ثاني هي
تحت الياسمينة في الليل إذا نعم. إذا زميلنا أيمن ليقا مش سمعنا تحت الياسمينة.